تذكر مواقف أو لمحات من الماضي حاجة جميلة جدا، لكن استبدال الماضي بالحاضر هي دي المشكلة. كتير في حياتنا بنلاقي ناس عاشقة لاسترجاع ذكريات الماضي، سواء عاشوا الماضي ده بالفعل أو كان الماضي ده بتاع ناس تانية، لكن طبعا اللي يزيد عن حده يتقلب لضده. أكتر العقبات اللي بتخلي الإنسان عاجز إنه يعيش حياته هو وهم الماضي، وقتها بيكون الإنسان منبهر بالماضي ده لدرجة إنه ممكن يتصرف بطريقة قديمة أو غير مناسبة للحاضر لمجرد إنه عايز يفرض الماضي اللي هو عايش فيه على اللي حواليه، فتلاقيه مثلا بيلبس لبس مش لايق على سنه ولا على العصر بتاعه لمجرد إنه حابب يرجع عصر معين. والحقيقة إن الإنسان اللي بيقرر إنه يعيش في الفترة الزمنية اللي عجبته من الماضي لما قرأ عنها أو شاف لها صور مثلا بيبقى بيهرب من الحاضر ومش عايز يواجهه. واللي بيزود مشكلة عدم قدرته على التعايش مع الحاضر هو عملية الهروب للماضي بذكرياته بأسلوب حياته. ساعتها الإنسان بيدخل في حالة مرضية تانية وهي الانفصال عن الواقع، وهنا بيبتدي يقيم الأشياء بطريقة ومعايير الماضي من غير ما يحط في اعتباره إن الحياة اتطورت وبالتالي المعايير اتغيرت، وكمان الناس اتغيرت سواء في طباعها أو نمط حياتها أو طريقة تفكيرها، والشخص ده بيقارن كل حدث مش عاجبه في الحاضر بحاجة شبهه جميلة في الماضي. يعني تبقى قاعد تتفرج على التلفزيون عادي كده وفجأة كل شوية يقطعك ويقولك ده زمان كانوا مقدمين البرامج كذا كذا، او تشوف خبر مثلا يقولك شفت لو الحاكم الفلان الفلاني كان موجود كان زمانه عمل كذا كذا كذا. لو كان جمال عبد الناصر عايش ما كانش حصل ده، كان رأيه من راسه. امريكا دي ولا كانت تقدر تفكر تخش دولة عربية، كان بكرة الصبح يحارب. هو من كتر اعجابه بالماضي بقى في عداوة مستمرة مع الحاضر وكمان مع المستقبل، لانه مش بيبذل جهد في انه يفهم الحاضر ومتغيراته علشان يخطط للمستقبل. ومش بس عداوة، ده حياته كلها بتروح هدر لانه ناقم على كل حاجة فيها، لانه دايما بيقارن اي حدث في الحاضر بالماضي، فمش بيعرف يستمتع باي حاجة في الحياة مهما كانت جميلة. مثلا تلاقي ناس والهانين بالحقبة الملكية، او تلاقي ناس مغرمين بالفترة الناصرية، او تلاقي ناس عاشقين للدولة العثمانية، او تلاقي ناس هيمنين بمصر الفرعونية، فتلاقي كل اراءه او كل انتقاداته للاخرين مرتكزة على اساس الفترة الزمنية اللي هو والهان بيها، وكمان المنشورات اللي بيكتبها هتلاقيها كلها اظهار لايجابيات الفترة الزمنية اللي هو عايزها ترجع، مع ان الاساس في وجود التاريخ هو انه يساعدنا على فهم الحاضر وبعدها نقدر نخطط للمستقبل لما ناخد العبرة من الحدث التاريخي اللي حصل في الماضي. يعني التاريخ موجود لنا كمرجع فقط نستعين به علشان ما نقعش في نفس الاخطاء اللي الناس وقعت فيها زمان. مش الهدف من دراسة التاريخ اننا نعيش فيه ونتغنى بعظمته، لان زي ما الفترة الزمنية اللي عجباك كانت فيها ايجابيات اكيد كان فيها برضو سلبيات. الحياة من ساعة ما بدأت لحد دلوقتي عمرها ما كانت وردية بالشكل اللي بيحاول بعض الناس انه يصورها لما يفضل ينشر عن ايجابيات فترة تاريخية معينة. وفي بعض الاحيان سلبيات الفترة التاريخية ممكن تبقى مدمرة لدرجة ان الشخص اللي بيتغنى بالفترة التاريخية دي ما يقدرش يستحمل سلبياتها، لان بكل بساطة كل حاجة ما حصلتش زي ما هي ظاهرة قدامنا دلوقتي. تاريخ البشرية مليان حكايات ومآسي، زي ما في مواقف جميلة في التاريخ كمان في سنين وقرون كانت قاسية وكلها عدوات وحروب ودم. المطلوب مننا اننا ندرس التاريخ بعقل واعي، لان الهدف من الدراسة دي هي معرفة اصل الشيء عشان نعرف نتعامل معاه لو قابلنا حاجة شبهه في المستقبل. وبدل ما نهرب من حاضرنا وسط صفحات وكتب التاريخ، لازم ندور على حل المشاكل حاضرنا عشان نكون افراد نافعين في المجتمع. يعني لما تقابلنا مشكلة نقعد نحللها ونشوف أسبابها وأضرارها، ولو ليها بعد تاريخي نعرف عنه ونفكر في حلول تتواءم مع العصر بتاعنا. ما هو الناس اللي فضلت تتغنى بأمجاد التاريخ وانفصلوا عن الواقع عاشوا حياتهم في معاناة لأنهم ما تعايشوش، وفي الآخر اسمهم سقط من التاريخ لأنهم ما حققوش حاجة في حاضرهم. أما الناس اللي اشتغلت في حاضرها بجد هم اللي اتذكروا في صفحات التاريخ وخلدوا أسمائهم. خلاصة القول، ما تضيعش الحاضر اللي هو ملكك من ايدك علشان ترجع حاجة عمرك ما ملكتها ولا عمرك هتملكها، وحاجة عمرها ما هترجع. وقت ما نركز في حاضرنا ونبطل نخلي خناقات التاريخ تأثر على حياتنا ومستقبلنا، ساعتها هنقدر نقوم بثورة العقل.